استهدف المشجعون الروس الذين كانوا في مدرجات المباراة بين إنجلترا وكرواتيا في مونديال روسيا، استهدفوا مدافع كرواتيا فيدا الذي ظهر سابقا في شريط فيديو وهو يصيح المجد لأوكرانيا، وهو ما اعتبروه إساءة لبلادهم الذي قامت بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية مارس 2014. المشجعون الروس استهجنوا العبارة واعتبروها موقفا سياسيا، وكانوا يصيحون بغضب في كل مرة تمس فيها الكرة قدم المدافع فيدا في المباراة. هذا الأمر دفع بالاتحاد الكرواتي لكرة القدم إلى نشر بيان اعتذر فيه من الشعب الروسي عن تصرفات فيدا وأحد أعضاء الوفد الكرواتي، وذكر البيان أنهما اعتذرا أيضا عن أقوالهما وأنهما لا يقصدان توجيه أي رسالة سياسية. هدية قد لا تكون ثمينة لكنها قد تمثل شيئا كبيرا لرئيسة كرواتيا كوليندا كيتروفيتش التي قدمت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قميصين لمنتخب بلادهما أو بلادها، أحدهما يحمل اسم ترامب والآخر مطبوع عليه اسم تيريزا ماي، وذلك على هامش القمة 26 لأعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو المقامة في بروكسل. ومع عالم كرة القدم نبقى ومع أحد نجومها البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل أخيرا لنادي يوفنتوس الإيطالي. تقرير جديد نشرته صحيفة إيطالية كشف عن استئجار نجم ريال مدريد السابق فيلا فخمة بمدينة تورينو معقل النادي الإيطالي بإيجار يومي قدر ب 47 ألف دولار.